فلا بد أن تأتي العثرات. قال بولس الرسول تيموثاوس: لا يستهن أحد بحدثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. كن قدوة ولا تكن عثرة. في مواقف الإنسان تعمد أن يكون عثرة، وهناك مواقف تمسك في الإنسان أن يكون قدوة. يوسف فضل أن يكون بلا ثوب ويعيش بين السجناء عن أن يكون له مكانا بين العظماء، فلم يكن يوسف عثرة بل قدوة. يوحنا المعمدان فضل أن يكون بلا رأس عن أن يكون بلا ضمير، فلم يكن يوحنا المعمدان عثرة بل قدوة. فضلت أبيجايل أن تكون صاحبة سلام بين نبال الكرمل وداود، فلم تكن أبيجايل عثرة بل قدوة. في مثل فرنسي بيقول لابي نوفي با لموان، لابي يعني البدل، نوفي با لموان لا تصنع الراهب، لا تنخدع في المظاهر، كن قدوة ولا تكن عثرة. في إنجيل متى إصحاح 17 معجزة الإستار يقول السيد المسيح لبطرس: ولكن لئلا نعثرهم اذهب إلى البحر، ألق سنارة والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد إستارا فخذه واعطهم عني وعنك. السيد المسيح بدا الإجابة بتاعته: ولكن لئلا نعثرهم. يبقى هنا لازم نكون قدوة، البعد عن العثرة والثبات في القدوة. اذهب إلى البحر، أني بحر، والسمكة التي تطلع أولا، إلقي سنارة، ربما مش محتاجة سنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذ. مين اللي حط ستارا في فم هذه السمكة؟ وقال السمكة دي مستنية بطرس في أي مكان. اللبس الغير محتشم يعثر كثيرين. سليمان الحكيم اتجوز نعمة العمونية، إنسانة أممية، نعمة العمونية ربة رحبعام بعيد عن مخافة الله. لما رحبعام مسك المملكة انقسمت المملكة، فيش حكمة، لم توجد حكمة في أقوال رحبعام. في عثرات كتيرة في الحياة، في عثرة بسبب انشغال الإنسان بالذات. العثرة بتيجي لما تتعارض المصالح، إذ لنا سحابة من الشهود محيطة بنا. مين اللي حواليه؟ مين اللي بيمشي معاه؟ احذر من النفاق، احذر من تملق الآخرين. بعد الإنسان عن القيم يسبب عثر، تشويه الحقائق في المجتمع يسبب عثر. هناك تكون عثرة بعدم الإحساس بالآخرين، هناك تكون عثرة لما نستخف بالآخرين. الإنسان بيعثر من شكوك الآخرين، عدم الثقة، الكبرياء، التهميش، كل ده بيسبب عثرات سواء في البيت أو في الخدمة.
كل اللي احنا عايشين فيه في العالم اسمه conflicts of priorities، صراع الأولويات، تختلف من إنسان لإنسان. شاول الملك كان متقمص دور الضحية، مع إن هو الجاني تقريبا في كل المواقف. كان شاول الملك عثرة ولم يكن قدوة. لكي تتمتع بالسماء يجب أن تكون قدوة ولا تكون عثرة.